أهلا بحضراتكم من جديد في نشرة أخبار الحصاد من تلفزيون اليوم السابع لأهم وآخر الأخبار المحلية والعالمية. وإلى العناوين نتجه: السيسي يصرح استراتيجية الدولة تتضمن إقامة محطات لمعالجة وتحلية المياه ب 435 مليار جنيه. إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ من ماسبيرو الأربعاء المقبل. مستشار الرئيس يصرح لن نتخلى عن الإجراءات الاحترازية إلا بزوال فيروس كورونا نهائيا. التموين تؤكد تكلفة الرغيف 67 قرش والسعر ثابت للمواطنين بخمسة قروش. وإلى التفاصيل نتجه. حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصة المدن الجديدة وتطوير المناطق العشوائية والإسكان الاجتماعي وتطوير أحياء ومناطق القاهرة، وكذلك جهود توفير المياه من خلال شبكة محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية. في هذا السياق اطلع الرئيس على مقترح لمشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بالمنطقة المقدسة في سيناء بمحيط جبلي سانت كاترين وموسى. أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ من الدور السابع بمسبيرو بعد غد الأربعاء الموافق 19 أغسطس في تمام الساعة 1 ظهرا. وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقد أمس الأحد من الفصل في تظلمات المرشحين على الاقتراع ونتائج فرز الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 التي تلقتها من اللجان العامة، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية يوم الأربعاء المقبل. رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور في الطلبات المقدمة من النائب العام في 3 قضايا، وهي القضية رقم 19 لعام 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، والقضية رقم 20 لعام 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، والقضية رقم 18 لعام 2020 حصر استئناف القاهرة. وتتضمن هذه الدعاوى شكوى في حق النائب مرتضى منصور بواقعة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمود سعد الدين أحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي من خلال مقاطع مصورة لبرنامج زملكاوي. قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة إن الوضع الوبائي في مصر أفضل عما كان في السابق، وهناك تناقص في أعداد الإصابات والمصابين الذين تتوجب حالتهم دخول المستشفى، مشيرا إلى أن الدولة تتعامل بحرص شديد مع فيروس كورونا. ووفقا لتوجيهات الرئيس فإنه لابد من الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وستظل تلك الإجراءات لحين الانتهاء نهائيا من وجود الفيروس. تبدأ مديريات التموين والتجارة الداخلية غدا الثلاثاء تطبيق قرار تحديد تكلفة إنتاج جوال الدقيق لأصحاب المخابز مع الالتزام بالمواصفات القياسية لوزن الرغيف البلدي المدعم 90 جرام، مؤكدة أن التكلفة الفعلية للرغيف تصل لما يقرب من 67 قرش ويصرف للمواطن بخمس قروش، وسيظل السعر ثابت، كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال 100 كيلوغرام ليصل إلى 1450 رغيف. وشددت الوزارة على أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم للمواطن، وسيظل بخمسة قروش للمقيدين على بطاقات التموين. أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الباب لا زال مفتوحا أمام تلقي طلبات التصالح في التعدي على أراضي الأوقاف، قائلا: ليس لدينا قوة للإخلاء، والداخلية لا تتحرك إلا وفقا لأحكام قضائية ودراسات أمنية، وفتحنا باب التصالح لأي مواطن جاد. فيما وافق مجلس النواب برئاسة دكتور علي عبد العال خلال جلسته العامة المنعقدة الآن من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية والخطة والموازنة.
وعالميا نتجه، توقع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل أن تنضم دول أخرى إلى اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل، مضيفا الكل متحمس ويريدون زيارة دبي وأبو ظبي، وهناك متحمسون لزيارة القدس والصلاة في المسجد ونحن مستعدون لذلك. وأضاف نتنياهو سننظم ترتيبات للمسلمين للصلاة في المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن الاتفاقية بين الإمارات وإسرائيل ستساعد على صنع التاريخ بين إسرائيل وفلسطين. ورياضيا، حقق فريق النادي الأهلي فوزا ثمينا على فريق أسوان المكافح بثلاثية نظيفة حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وباجي خلال المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 20 لبطولة الدوري الممتاز. وعاد الأهلي للانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله، ورفع الأحمر رصيده إلى 56 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلة الدفاع عن اللقب المحلي، فيما تجمد رصيد أسوان عند 19 نقطة يبقى بها في المركز 13. واقتصاديا، تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا متساوي الأوزان، كما تراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 614 مليار جنيه. وارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 0.2%، وهبط مؤشر اي جي اكس 50 بنسبة 0.98%، وانخفض مؤشر اي جي اكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.36%، ونزل مؤشر اي جي اكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.12%. ونختتم نشرة الحصاد بأخبار الطقس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء انخفاضا طفيفا بالدرجات، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 82%. كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس حار والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة. وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية نشرة الحصاد، أعد هذه النشرة رامي نوار وقدمتها لحضراتكم شروق وجدي ورامي الحلواني. شكرا شروق، وإلى اللقاء في متابعات إخبارية أخرى من تلفزيون اليوم السابع. إلى اللقاء. شكرا لكم وإلى اللقاء.